تغيير سن التقاعد من 63 إلى 60 سنة هل أثر بشكل سلبي على أعداد المتقاعدين؟ هل تعتقد أن القرار لربما أثر فيما يتعلق بزيادة كبيرة طرأت على أعداد المتقاعدين؟ إحنا أول مرة خلنا نتكلم على موضوع السن القانوني وتغييره للظروف اللي نعم. صدر به القانون على مود لا نبخس حق قبل لا أنطي رأينا، وأنا منطي رأيي هذا سابقا في عدة مناسبات. الظروف اللي صدر بقانون التعديل الأول لقانون التقاعد كانت ظروف يعني ما كانت ظروف مثالية، كانت ظروف تجهب تظاهرات عند المجتمع وتحديات كبيرة تواجه مجلس النواب وتظاهرات تشرين والمطالبة الكبيرة من الشباب بفرص عمل وتعيينات. ما كان من وجهة نظرنا موضوع تخفيض السن القانوني مدروس.